شهدت الأوضاع الأمنية في تونس تحسنا ملحوظا خصوصا على الحدود الغربية للبلاد نتيجة تكثيف التدابير الأمنية والعسكرية هناك. هنا على بعد أمتار من الأراضي الجزائرية العيون ساهرة من أجل ضبط الحدود ومنع تهريب البضائع وعرقلة تسلل المسلحين. أعوان الحرس الوطني على الحدود كانوا في استقبال وزير الداخلية الذي جاء لتفقد عددا من النقاط الحدودية في ولاية الكاف. الوزير زار مركز الفلتة الحدودي ومراكز الطريشة وبوجابر وواد العلق ونقطة العبور بقلعة سنان متعهدا بتقديم الدعم وتلافي النواقص. ثم بعض النقائص باش نحاولوا معناها المادية خاصة في المعدات وفي البناية وبعض المشاغل إن شاء الله نحاولوا أن نتلافوها إن شاء الله بإذن الله. الزيارة تأتي لمعاضدة قوات الحرس الوطني المرابطين على الحدود مع الجزائر تعهدات عبرت نقابة الأمن والحرس بالكاف عن امتنانها منها. هي زيارة معنوية ورفع من درجة اليقظة والانتباه في صفوف العوان ورفع معنوياتهم لأداء مهامهم بحكم المهام المناطة في عدتهم اللي هي مهام حدودية حزام أمني أول، وهذا ماشي يحفز العوان على تقديم أكثر البذل والعطاء من أجل حماية حدودنا من أي عدوان لا قدر الله ولا سمح الله. والي الكاف كان حاضرا وأكد أهمية عمل المراكز الحدودية لحماية البلاد من أي اختراق. المراكز الحدودية من الأهمية بمكان، وهك علاش نحاول ما استطعنا أن نوفر ظروف معناها الإقامة المريحة حتى يتسنى لعيوننا معناها في هذه الأماكن الصهرين. نعرف اليوم احنا نعيش على مستوى الحدود العديد من الإشكاليات، وبالتالي عين الأمن هي معناها مهمة في تحقيق الاستقرار. زيارة دعم ومؤازرة لقوات الأمن المرابطين على الحدود الغربية ربما تعبر على فرض الدولة سيطرتها وهيبتها على كل شبر من تراب البلاد خدمة لأمن المواطنين وسلامتهم من أي خطر يمكن أن يتسلل خلسة من وراء تلك الحدود. زيارة وزير الداخلية إلى عدة نقاط حدودية بولاية الكاف تأتي ضمن سلسلة إجراءات من أجل تدعيم الأمن الحدودي خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية في الآونة الأخيرة. هذه جد لقناة المتوسط من المنطقة الحدودية الفالتة ولاية الكاف.